السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة حبايبي وصفتنا حاجة تحفة وسهلة وخفيفة خالص. هنعمل لكم الرز الريزو بطريقة سهلة خالص. وهتعمليه بقى مش هترتبطي بحاجة محددة، لا بالزنجر ولا بالبانيه ولا بأي حاجة. انت تعمليه الطريقة دي مع أي حاجة، تعمليها مع كفتة، مع بانيه، مع ناجتس، مع اي حاجه حابه تعمليها تعمليها. رز ما شاء الله بطريقه سهله وجميله. شايفين الرز ما شاء الله جميل ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مفرفر وتحفه. بسم الله الله على طعمته. عملنا جنب منه كفته وعملنا معاها سلطه الطحينه. عايزين نشوف الطريقه الجميله دي عملناها ازاي حبايبي؟ نفتح الفيديو ونكمله للاخر ونشوف طريقتنا دي عملناها ازاي. بس يلا قبل ما نبدا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. نحط لايك للفيديو، لايك حبايبي، لايك بترفع الفيديو وتخليني استمر. يلا حبايبي نشوف وصفتنا عملناها ازاي. يلا بسم الله، يلا نسمي الله حبايبي. ونيجي على البوتاجاز كده ونجيب حلة ونحط فيها معلقة زيت على سمنة او زبدة، اللي يريحك حطيه المادة الدهنية المناسبة ليك اعملي بيها. بس الزيت مع الرز حبايبي بيخليه مفرفر وجميل. هنجيب بصلاية حلوة كده مفرومة ونحطها فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمر بقى كويس. وعلشان ندي لون جميل بقى للبصل بتاعنا هنكرمله بمعلقة سكر. ما تخافيش من السكر، السكر هيدي لون، مش هيبان في الطعم خالص، بس هيدي لون جميل قوي قوي للرز، هيكرمل البصل. ايدك بقى فيه كده وتعالي اقولك على بقية المكونات اللي هنحطها معاه. ايدك بقى فيه لحد ما تاخدي اللون الذهبي الجميل ده، ما تخافيش ده مش محروق، ده اللون الذهبي ده بفعل السكر اللي حطيناه. اول ما يديك اللون الحلو ده هنحط عليه كمان فلفل احمر مفروم. نقلب بقى كويس كده، واول ما تشم ريحة الفلفل هنحط بقى المكون الرئيسي الاساسي في الموضوع ده كله. تقدري تغيري الوصفة بالمكون ده اللي انت عايزاه. يعني انا هنا عندي عاملاها مع كفتة، فحط واخدة لحمة مفرومة وحط عليها التوابل دي. لحمه دي تتبيله الكفته نفسها، يعني مش لحمه فراخ مفرومه بس، كفته فراخ واخده منها شويه وهحطهم عليها. تقدري بقى لو انت بتعملي بانيه تاخدي قطع بانيه تعمليها، لو بتعملي زنجر تاخدي زنجر تعمليه. يعني لو انت عايزه تعمليه مع بانيه، قطع البانيه تقطعيها مكعبات صغيره كده وتحطي بدل الكفته. انا عشان عامله كفته واخده حته من عجينه الكفته نفسها وعامله بيها، هيدي طعم جميل جدا. نقلبه بقى كويس كده وحطينا طبعا التوابل. التوابل انا ما قلتلكوش عليها، بس حطي التوابل اللي عندك. انا حاطه بابريكا وفلفل وكزبره ناشفه وملح وبهارات فراخ وكاري، كل التوابل اللي انت بتحبيها حطيها. نقلب بقى كويس كده لحد ما تحسي ان هو ايه استوى كده ويشرب ميته. نبدا نحط الرز. طبعا احنا غسلين الرز، احنا مش هننقعه، احنا بنغسل وبنحط على طول. شايفين لونها جميل ازاي؟ شايفين الصوص من تحت عامل ازاي؟ لونه جميل. الصوص ده اللي هيدي لون للرز. وكمان عشان نعزز اللون كمان شويه هنحط عليه معلقه صلصه. بسم الله، معلقه الصلصه كمان دي هتعزز اللون وتدي له لون كمان جميل. مهم جدا تحطي التوابل بتاعتك في المرحله دي عشان تطلع ريحتها كده وتظهر معاكي، تبقى جميله جدا، تدي طعم جميل للرز. وانا بفرم الفراخ كان في قطع فراخ صغيره كده ما اتفرمتش، فطلعتها عملتها معاها قطع صغيره كده يعني فلتت من الفرن. تمام كده قوي. نحط بقى الرز حبايبي، الرز غاسلينه ومصفينه كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، ده الرز المصري العادي بتاعنا. تقدري تعمليه بالبسمتي هيبقى حلو برضه، ده او ده، بس انا عاملاه بالرز المصري الموجود عند كل الناس. نقلب بقى كويس جدا، نحط الميه بتاعتنا. الرز المصري عيار، كوبايه رز كوبايه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم، الرز يكون سخن، الميه تكون سخنه، كوبايه الرز تاخد كوبايه ميه، ونملحه بقى ونظبطه.
كده خلاص ظبطنا ميتنا وظبطنا الملحنة. هيقي الرز كويس علشان يطلع معاكي طعمه جميل. ونبص بقى على الكفتة ونشوف عملت ايه، استوت ولا لسه. واول ما يغلي ويتنشف ميته هنقله على الشياطة ونسيبه على نار هادية خالص لحد ما يستوي. وادي الكفتة بتاعنا حبايبي اللي انا عاملاها معاه. انا هحط لكم لينك الكفتة دي في صندوق الوصف. الكفتة دي معمولة بطريقة تحفة تحفة جدا، احطها لكم في صندوق الوصف عشان تشوفوا طريقتها. وادي رز حبايبي خلاص بعد ما وطينا عليه وسبناه على الهادي اتشرب اهو واستوى، بقت جميلة. انا مش قادرة اقول لكم على ريحته تحفة، ريحته جميلة جدا ومفرفر وجميل ازاي. يلا بقى نغرفه ونشوف شكله النهائي. وبكده حبايبي يكون خلصت وصفتنا. عملنا الرز بطريقه جميله وسهله، عملنا معاه كفته، تقدري تعمليه مع البانيه، تعمليه مع الناجتس، مع اي حاجه تانية انت تقدري تعمليها بدل المكرونه. زهقنا من المكرونه قلنا نغير ونعمل رز بطريقه سهله وجميله. وعملنا جنب منه سلطه الطحينه، هنزل لكم في صندوق الوصف او بتعليق مثبت لينك الكفته مع سلطه الطحينه علشان ما اطولش عليكم الفيديو. ان شاء الله الوصفه تعجبكم. احنا كده عملناه، اخر حاجه بقى نحطها عليه نقدر نحط ايه، صوص كده عليه كاتشب. احلى رز ريزو ممكن تاكليه بطريقه سهله وبسيطه. حبايب قلبي دي كانت وصفتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى من صالح دعائكم ولايك وشير للفيديو عشان الكل يستفاد، واللي مش عامل متابعه ينزل يعمل متابعه عشان يوصلوا مني كل جديد. اشوفكم على خير في وصفه تانية ان شاء الله. مع سلامه الله.